أكد معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي على وجود فرص نوعية لتحقيق الشراكة والتكامل بين الجامعة ومؤسسة الأمير محمد بن فهد بن جلوي للقرآن والسنة والخطابة قبس، مشيداً بجهودها ورسالتها المجتمعية. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها معاليه للمؤسسة، حيث كان في استقباله معالي نائب رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على المؤسسة صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن محمد بن جلوي آل سعود، وفضيلة الشيخ الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك عضو هيئة كبار العلماء سابقاً، واستهل اللقاء بكلمة ترحيبية لسمو نائب رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على المؤسسة، رحب فيها بمعالي مدير الجامعة وصحبه الكرام. صدرت الموافقة من معالي الوزير جزاه الله خير على تكوين هذه المؤسسة، كان آخرها استضافتها لملتقى التعايش برعاية صاحب السمو الملك الأمير سعود. فدور الجامعة يعني موجود سواء في الشراكات المجتمعية مع الجهات ودورها المجتمعي في الأحساء بشكل عام، أو مع هذه المؤسسة بشكل من الأشكال. يعني بدوره أعرب معالي مدير الجامعة خلال كلمته التي ألقاها عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية ورئيس مجلس الأمناء، كما شكر سمو نائبه وسمو محافظ الأحساء حفظهم الله تعالى. بحمد الله تعالى سعدت هذه الليلة وتشرفت بزيارة المؤسسة الأمير محمد بن فهد بن جلوي رحمة الله عليه، القرآن والسنة والخطابة، وسعدت بما اطلعت عليه من أهداف النبيلة ومن أنشطة متعددة ومتنوعة خلال هذه السنوات التي عملت عليها وترعرعت ونمت وأوجدت الأثر الكبير في المجتمع، ليس فقط على مستوى الأحساء أيضا على مستوى المنطقة الشرقية. والشراكة مع جامعة الملك فيصل من الأشياء التي نسعى دائما أن تكون إن شاء الله تعالى من مستوى حسن إلى أحسن، وأيضا ترتقي لا بالبرامج النوعية ولا أيضا بالشرائح المتعددة التي تتناول إن شاء الله تعالى خدمة لهذا الدين وخدمة لهذا الوطن المعطاء، محققة إن شاء الله تعالى الأهداف النبيلة التي تسعى إليها الجامعة وتسعى إليها المؤسسة، وتحقق جزءا من أهداف الرؤية المباركة لهذا الوطن الكريم بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. وفي ختام الزيارة قام معاليه بتسجيل كلمة في سجل المؤسسة الذهبي، كما تم تقديم درع تقديري من المؤسسة لمعاليه والتقاط الصور التذكارية للزيارة.